ايه حاسه بالحراره؟ ايه ده؟ لا 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 لا. هاي حلوين، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد العالم كله. النهارده حلوين هعمل لكم جزء جديد من تجربة المنتجات التجميلية الصينية او الكورية الغريبة اللي انا بشوفها على المواقع بتاعت الادوات الصينية والمنتجات التجميلية الصينية والكورية. في منهم حاجات كتير قوي اكيد شفتوهم على اعلانات على الانستجرام وعلى تيك توك، وانا بصراحة كان نفسي اجربهم من زمان. بما ان الفيديوهات اللي فاتت اللي من النوع ده عجبتكم جدا جدا جدا، اللي هما تقريبا كانوا 3 أو 4 مش فاكرة، فقررت ان انا اعمل لكم جزء كمان. النهاردة المنتجات هتبقى كلها ليها علاقة بالتجميل وليها علاقة بالميك اب، مش هيبقى في حاجات مسلينيس كده عامه يعني. فيلا بينا نبتدي الفيديو ده. وقبل ما نبتدي الفيديو حلوين كالعاده ما تنسوش تعملوا لايك اند سبسكرايب. وللي ما يعرفنيش انا اسمي بسمه داش، وانا كمان موجوده على الانستغرام @بسمه داش، ده الحساب بتاعي على الانستغرام لو مش متابعيني هناك. يلا بينا نبتدي. اول حاجه زي ما انتم شايفين انا مش حاطه اي ماسكارا خالص على رموشي، انا حاطه ميك اب طبعا بس مش حاطه ماسكارا، لان انا جبت الاداه دي الغريبه دي اللي هي عباره عن ايلاش هيتد كيرلر. طبعا كل الكلام اللي بالانجليزي مكتوب غلط، يعني كاتبينها ايلاش جينل كارير، يعني كل حاجه غلط. بس انيويز ده بيسكلي حلوين عباره عن كسرت رموش، بتتني الرموش، بتخلي الرموش كيرلي كده، بس بتستعمل الحراره علشان تتني الرموش زي الكيرلر بتاعه الشعر او بتاعه السشوار. الفكره خوف مرعبه جدا، بس يعني خلونا نجرب نشوف اذا فعلا هتستعمل حراره شديده ولا لا. اول حاجه الانستراكشنز اللي مكتوب عليها هنا، مكتوب ريموف باك كفر اند انسرت 2 AAA باتريز. هو ده شكل الجهاز، خفيف خالص. المفروض ان احنا بنشيل الكفر اللي ورا ده، عايزين نحط 2 بطاريتين من اللي هم التريبل اي اللي هم الصغيرين الرفيعين دول. مش قادره اقول لكم قد ايه تحسوا ان هي هتتكسر في ايديكم من كتر ما هي ضعيفه يعني. اوكي نورت، مش عارفه اذا شايفين النور، بس خلونا نقرا بقيه التعليمات قبل ما نبتدي نشغلها علشان ما نحرقش عينينا. مين اللي اتفرج على الفيلم اللي هو بتاع الرعب ده زمان كان اسمه فاينل ديستنيشن؟ فاكرين كان في جزء من الاجزاء واحده من الضحايا يعني كانت رايحه تعمل حاجه في اسنانها والدكتور بتاع السنان سابها وطلع كده او مش فاكره بالظبط، تقريبا كانت بتعمل حاجه ليها علاقه بعينيها، المهم الليزر حرق لها عينيها في الفيلم. ده كل اللي انا بفكر فيه دلوقتي. الكفر ده مش عايز يقفل خالص فهنسيبه على جنب. بيقول درجة الحرارة هتبقى جاهزة لما الجزء ده يبقى شفاف، هو كان احمر قبل كده دلوقتي هو شفاف فعلا، ده معناها ان درجة الحرارة كده مناسبة ان احنا نبتدي نستعملها. انا مرعوبة عايزة اقول لكم. خليني امسكها، هي دافية بس اي ثينك العين هتبقى حساسة اكتر من اطراف الصوابع يعني، مش عارفة بصراحة. ماي جاد، بسم الله. المفروض ان انا ازقها لفوق كده واسيبها 5 سكند زي ما هو بيقول، يعني 5 ثواني. المفروض كده. اوكي بالمقلوب، بسم الله. تخيلوا تلسعني في عيني. ييه حاسه بالحراره. او ماي جاد، شايفين؟ اوكي شويه بتحسوا بالحراره، يعني تحسوا ان في حراره طالعه من الجهاز الصغير ده، طبعا ما تعتبرش سخنه بس فكرتها تخوف، فاهمين يعني؟ مش قادره اقربها كفايه. مش قادره احدد هي بتستعمل بأنهي طريقه. السيليكون ده تحسوا ان هو مش مظبوط اصلا، مش بيقفل صح، فمحتاج ان انتوا تظبطوه بايديكوا كده. مش بتقفل صح على الرموش، بتقفل بطريقه غبيه جدا، مش بتتني الرموش خالص. 1 2 3 4 5. مش عارفه اذا قادرين تشوفوا، بس هو ده كل اللي هي قدرت تعمله في عيني، يعني شايفين الفرق؟ دي رموشي الطبيعيه ودي رموشي الكيرلد. مش بتقفل صح على الرموش، يعني جزء من السيليكون ده بيبقى جوه والجزء التاني بيبقى بره، فبتلاقوا رموش متنيه ورموش لا. صفر 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 صفر. هاتي البطاريات، والله هطلع منها البطاريات عشان بجد حتى لا تستحق ان انا اسيب فيها البطاريات. اوكي حلوين، الحاجة التانية اللي انا عايزة اجربها معاكم حاجة ليها علاقة بالرموش برضو، يعني مش عارفة دي كانت صدفة ولا انا كنت قصدة اعمل كده، وهي التول الصغيرة دي، تول بلاستيك صغيرة جدا. فكرتها ان هي بتستعمل علشان تحطوها كده على عينيكم وانتوا بتحطوا الماسكارا علشان ما توسخش وشكم او توسخ عينيكم بعد ما تكونوا مخلصين ميك اب. واي حد يعرفني لازم يكون عارف ان انا من الناس اللي بتلحوس وشها جدا لما بتيجي تحط ماسكارا، لان هي بتبهدل الدنيا يعني، دايما بقى بسيب علامات سودا هنا فوق
فوق عيني وفي كل حتة. so زي ما انتوا شايفين هي فيها زي مشط فوق كده مفروض ان هو بتقدروا ان انتوا تمشطوا بيه رموش, وفي مشط تحت المفروض ان المشط اللي تحت ده بيمشط برضو الرموش اللي تحت, بس المشط اللي تحت فيه جزء كبير منه فيوزد مدموجين مع بعض لان في قطع بلاستيك سايحة وسطهم من كتر ما هي طبعا ادارة ضيقة جدا جدا فمش هتمشط الرموش اللي تحت بطريقة كويسة طبعا. وفي هنا من الناحية التانية جزء فيه برضو مشط كده علشان لو عايزين برضو تمشطوا الرموش بتاعتكم خلونا نجرب الاداة دي علشان فعلا لو بتشتغل هتبقى حلوة قوي. so انا عندي هنا المسكارا دي من سيالا بيوتي هستعملها النهاردة. احطها ازاي بقى؟ think ان انا المفروض احطها كده صح؟ علشان ما وسخش جفن عيني من فوق. اوكي طب هحطها كده واخده شيب عيني حلو جدا الحمد لله, مش عارفه اذا هتليق على كل اشكال العيون. بصوا اتوسخت ازاي. طبعا فكرة حلوة جدا عجبتني قوي فعلا, فكرة ان هي بتبعد المسكارا عن جلدكم خالص دي حاجة كويسة قوي. وسخت ايدي. على فكرة حبيتها جدا. في ماسكارا جت على جفني لفوق مش عارفه ازاي, بس حاجه بسيطه جدا يعني انتوا اصلا ما تقدروش تشوفوها على الكاميرا بس والله حلوه. خلونا نجربها كده للرموش السفليه. ما وسختش جفني بس وسخت ايدي, لازم اوسخ اي حاجه طبعا يعني ما ينفعش. تستعمل بقى ازاي؟ تستعمل بطريقه معاقه كده. بسم الله. اوف لحوست الدنيا. اوه ماي جاد. لا 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 خلتني الاحوس الدنيا. صعب جدا تتحكموا في الواند يعني وهي محطوطه على عينيكوا كده لان حجمها كبير وتحسوا ان هي لخمه كده يعني مش عارفه يعني بحس انه لا يعني ليه استعملها الصراحه, ما انا ممكن لو ركزت شويه ما وسخش نفسي, او حتى لو وسخت نفسي يعني ايه المشكله ان انا ابقى امسح اي حاجه وسختها بعد كده بكيوتيب يعني فاهمين قصدي. لا بصراحه وبالذات للور لاشز حسيت ان هي عملت مس كبيرة قوي ما كانش ليها اي لازمة. هديها كام؟ I think ان انا هديها 1 من 5. 1 من 5. اوكي نيجي بقى يا حلوين لاكتر حاجة انا بجد نفسي اجربها, وهي الماسكارا الغريبة العجيبة دي اللي اكيد كلكم شفتوا اعلاناتها. انا بقالي تقريبا شهرين بشوف الاعلانات بتاعتها بتطلع لي على الانستجرام وعلى التيك توك لبنت كده برموشها في الاول بتبقى عادية جدا قصيرة عادي, بعد كده بتبتدي تحط الماسكارا دي ورموشها بتطول بتفضل تطول 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 لحد ما توصل لحد هنا مثلا. بجد مش عارفة ازاي بيعملوا الاعلانات دي, طبعا انا مش متخيلة ان رموشي هتطول بالطريقة دي بعد ما استعمل الماسكارا دي. اكيد انا عارفة انه طبعا ده مش حقيقي, بس انا عايز اعرف ايه الثقة اللي عندهم اللي مخلياهم يعملوا اعلان بالشكل ده. اولا الماسكارا دي اسمها دي ان ام بيوتي, هو ده كده شكل العلبه وهي دي شكل الماسكارا. انا لسه ما فتحتهاش يعني دي اول مره افتحها, شكلها حلو على فكره. ويبدو ان هي فيها ناحيتين, ناحيه مكتوب عليها سكيني يعني رفيعه وناحيه مكتوب عليها جامبو يعني كبيره. خلونا نفتح كده الناحيه الاولانيه ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. مش عارفه ليه شمتها بس. ده الواند الرفيع او اللي هو السكيني اللي مكتوب عليه سكيني, وعلى فكره الفرشه شكلها حلو يعني تحسوا ان هي فعلا حاجه انا ممكن اشتريها بصراحه. انا بحب الفرش اللي هي بتبقى بلاستيك كده وبتبقى رفيعه وفيها كيرف مش عارفه اذا واخدين بالكم خفيف قوي كده, فبحس ان ده حلو علشان يدي رفعه كده للرموش. الناحيه الثانيه اكيد بقى بتدي فوليوم. اه دي فيها فايبرز, شايفين الابيض ده كله وبر كده يعني بصوا وبر 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 صغير قوي قوي قوي. اوكي step 1 use eyelash clip to raise eyelashes. المفروض ان انتوا تبدلوا ما بين الماسكارا السودا دي والسلك فايبرز دول. سو مكتوب ان هما سلك فايبرز يعني فايبرز صغيره كده معموله من الحرير المفروض يعني. اوكي اتحمست اجرب الصراحه, خلونا نشوف اذا فعلا هتطول الرموش ولا لا. يعني انتوا اوريدي عارفين طول رموشي, انا رموشي مش طويله خالص. خلونا نجرب. بسم الله نبتدي اول حاجه المفروض بالماسكارا العاديه وبعد كده الفايبرز. بصراحة مش عجباني قوي لان تحسوا عارفين الماسكارا لما تيجي تنشف مش حساها بتحط. يعني حساها ناشفة اوريدي. بس anyways ده الكوت الاولاني, هنحط بعد كده الفايبرز. بصوا ازاي بيطيروا. شبه القطن عارفين الحشو بتاع المخدات. Oh my goodness. بس انا حاسه ان هي هتكلكع قوي. نرجع بقى نعيد عليها بالماسكارا العاديه. ايه لا مش ممكن.
لا مش ممكن، مستحيل. اوكي خلونا نعمل كمان كوت علشان انا مخضوضة حاليا، يعني مش قادرة اصدق انه دي ممكن تبقى بتشتغل فعلا. انا خايفة بس الفايبرز دي تخش جوه عيني، لان لو دخلت جوه العين هيبقى صعب جدا ان انا اطلعها. ايوه طولت فعلا الرموش، عملت زي اكستنشن. الفايبرز اللي لونهم ابيض دول بيلزقوا على الرموش، على اطراف الرموش، وبيتبانوا لفوق كده، فاهمين؟ شايفين الفرق؟ اوكي انا بجد مصدومة. اولا طبعا هما شكلهم في الحقيقة مش حلو قوي، خلوني اوريكم كده عن قرب. شايفين ازاي شكلهم من قريب؟ تحسوا ان هما مكلكعين كده شوية، فهي شكلها مش احلى حاجة. يعني بصوا ازاي من الجنب مطولاهم فعلا. انا بس اللي مصدومة منه ان هي فعلا ما طلعتش كذبة زي ما هما كانوا بيدعوا. يعني شايفين طولتهم قد ايه؟ الرموش اللي في الاخر دول مش رموشي اصلا، دول الفايبرز اللي لونهم ابيض دول عليهم ماسكارا. طبعا دي مش حاجة انا هخرج بيها، لان هي لسه في الحقيقة شكلها مكلكع اكتر يعني، بس سيربرايزنجلي طلعت بتعمل فعلا اللي هي بتقول عليه، فعلا بتطول الرموش بشكل كبير جدا. انا عمري في حياتي ما استعملت ماسكارا بتطول بالطريقه دي. مش عارفه انتوا ايه رايكم، ممكن تشتروا حاجه زي كده ولا لا؟ انا بصراحه هديها 4 من 5، لان انا اتصدمت الصراحه. يعني انا كنت متخيله ان هي مش هتشتغل خالص، كنت متخيله ان هي بس هتكلكع الرموش كده مع بعضها وخلاص، يعني فاهمين؟ قولوا لي كده رايكم ايه، يعني هل ممكن فعلا تشتروا حاجه زي كده ولا لا؟ اوكي حلوين، نيجي بعد كده بقى لبرودكت مجنون اكتر من كل البرودكتس اللي فاتت دي كلها، وهو الشيء الغريب ده اللي انا اوريدي فتحته لاني ما كنتش قادره استنى بصراحه، كان لازم افتحه. دول عباره عن فينيرز بيتباعوا في المحلات، اسمهم بيلي بوب. بيلي بوب دول كاستم فيتنج فينيرز، يعني اسنان مستعاره. المفروض ان انتوا مجرد ما بتحطوها في ميه سخنه، هي بلاستيك كده شويه، تاخد شكل الاسنان. تقدروا ان انتوا تركبوها على اسنانكم كده علشان كانها اسنانكم الطبيعيه، لو مثلا خارجين في مناسبه او حاجه زي كده. دول المفروض ان هم كور صغيره كده، تقدروا ان انتوا تبدلوا الاسنان الطبيعيه بتاعتكم بيهم، لو مثلا عندكم سنه واقعه وعندكم مثلا تصوير او خارجين في مكان عايزين يبقى عندكم سنه مؤقته بدل كده السنه اللي واقعه دي. فدول المفروض ان هما بيتاثروا برضو بالحراره، لما بتحطوهم في ميه سخنه بيبقوا طريين، تقدروا ان انتوا تشكلوهم على حسب شكل اسنانكم. يعني خلينا نجرب، انا جايبه هنا ميه سخنه علشان احط فيها الاسنان الغريبه دي. سو اول حاجه هنسيب دي جوه، وهحط شويه من الكور الصغيره دي برضو جوه الميه. الميه دي انا غليتها من فتره، انتوا مش متخيلين الصور اللي هما حاطينها على البوكس اصلا ازاي شكلهم مخيف. اسنانهم شكلها وحش اوريدي، فيعني مش عارفه ازاي حاجه زي كده المفروض تبقى حملة إعلانية للبرودكت يعني. اوكي anyways بقالنا أكتر من دقيقة دلوقتي سايبينهم جوه، المفروض إن احنا نسيبهم في المية السخنة دي تقريبا دقيقة واحدة. اوكي المفروض إن هي تبقى قادرة إن هي تتشكل كده شوية. مش عارفة إذا واخدين بالكم، بس شايفين إزاي اللثة تحسوا لونها غامق، يعني مش شكل لثة طبيعية. anyways خلونا دلوقتي نجرب بس من غير ضحك. اوكي بسم الله. ايه ده؟ المفروض ان دول يلزقوا الفينيرز دي على السنان الطبيعيه، فاهمين؟ يعني مش هيلزقوا لوحدهم اي ثينك. يعني نلزق دول الاول على الاسنان. تقريبا الميه مش سخنه كفايه. ايه ده مش فاهمه. ازاي دي مستحيل اصلا؟ اولا قصيره جدا، قصيره جدا على اسناني. يعني بصوا لما بركبها كده ده اخرها، صغيره جدا يعني مفيش طول هنا اصلا. يعني بصوا ازاي قصيره، مش معموله اصلا الاسنان الطويله شويه، مع ان انا اسناني ما تعتبرش طويله قوي. هحط ميه سخنه مغليه بقى المره دي وهجرب كده وهشوف اذا هتبقى طريه ولا لا. دلوقتي ان هي تبقى طريه خالص. مش بتثبت خالص خالص خالص. والحاجات الشفافه دي بصوا ضيعت كام واحده، حاولت ان انا استعملهم برضو بس مش بيسيحوا كفايه اصلا. يعني مش عارفه بصراحه، يعني انا مش عارفه انا اللي بستعملها غلط ولا ايه، بس هي مستحيل تلف على الاسنان، لان زي ما بقول لكم المنطقه دي يعني قصيره جدا على اسناني، فمش عارفه مش عارفه اركبها بصراحه. فغالبا هديها يا انتوا عارفين صفر.
الفيديو ده بجد شكله مفيش اي حاجه فيه نافعه خالص. خلونا نجرب حاجه بقى انا بصراحه كنت متحمسه لها جدا، وهي الغساله الصغيره دي بتاعه الفرش. بجد دي لو اشتغلت هتبقى حاجه جميله قوي، لان انا بتعب جدا كل اسبوع علشان انضف الفرش اللي عندي. انا ما عنديش فرش كتير، بس بحب ان انا اغسلهم على طول علشان ما يطلعوليش اي حبوب، وبالذات الحاجات اللي بيبقى فيها كريم برودكتس، يعني الحاجات اللي بحط عليها باودر ممكن تستحمل شويه معايا لمده اسبوع مش مشكله، بس الحاجات اللي بستعملها علشان مثلا احط كريم هايلايتر او كريم بلاش او فاونديشن او كونسيلر بحب ان انا اغسلها بشكل دوري اكتر. فاكيد سمعتوا عن الغساله الصغيره دي بتاعه الفرش. اولا شكلها كيوت قوي، يعني بجد بصوا ازاي شكلها حلو، كانها غساله بالظبط، وليها كمان السلك ده او المفروض ان هو خرطوم كده علشان يطلع الميه اللي هتبقى جواها. هتبقى حلوه جدا جدا لو اشتغلت بصراحه. اول حاجه بس هفتح الجزء بتاع البطاريات ده علشان اشوف هي محتاجه بطاريات قد ايه. محتاجه 2 صغيرين. كل اللي علينا نعمله بعد كده ان احنا نحط الميه هنا جوه كده. زي ما انتم شايفين في حاجه لونها ابيض جوه زي حاجه بتلف كده، لما نحط الميه ونضغط على الزرار ده المفروض ان الشيء الابيض اللي جوه ده يلف ويعمل زي دوامات كده علشان ينظف الفرش. اوكي شايفين؟ شايفين بتلف ازاي؟ والمفروض ان الجزء ده بعد كده لما نحب ان احنا نفضي الميه اعتقد ان احنا هننزله لتحت كده علشان كده هو مرفوع لفوق. انا بحب استعمل الفيس واش بتاعي، اي نوع صابون تاني هيبقى مش حلو للفرش. المفروض ان احنا نستعمل للفرش بتاعتنا صابون يبقى مناسب للبشره، لان الفرش دي بعد كده بنستعملها على وشنا. هحط شويه صغيرين بس، يعني ده كفايه. اوب نقط ميه، اوبس 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 اوبس. هشغلها الاول شويه علشان اعمل كده فوم جوه الغساله. عملت فوم فعلا، بس بصوا وقعت ميه قد ايه تحت. اي ثينك ان في حته فيها مكسوره او حاجه بتوقع ميه. بصوا بتنقط ازاي. خلينا نجرب دلوقتي نحط جواها فرشه صغيره مثلا زي دي كده. بصراحة مش عارفة اذا المفروض افضل ماسكة الفرشة ولا المفروض ان انا اسيبها تلف براحتها، بس عندي احساس ان انا المفروض افضل ماسكاها. اوكي لون المية اتغير شوية للون اللي هو الاصفر كده، تحسوا ان هي طلعت شويه فاونديشن. خلونا نشوف شكلها. انا للاسف نسيت اوريكم شكلها قبل ما ابتدي اغسلها، كان المفروض اوريكم ان هي عليها فاونديشن كتير، بس على فكره تحسوا ان هي نطفت شويه. نايس. اوكي خلونا نجرب في واحده ثانيه تبقى اكبر شويه، هوريكم كميه الفاونديشن اللي عليها. بصوا دي عليها فاونديشن قد ايه، الناحيه دي متوسخه والناحيه دي نظيفه تقريبا، عشان تشوفوا الفرق كده. اوكي انا نشفتها كده شويه علشان ابين لكم هي نطفت قد ايه. هي نطفت بنسبه كبيره على فكره، نطفت بنسبه مثلا 50% او 60%. كنت ماسكاها جوه الغساله طول الوقت لان ما ينفعش ان انا اسيبها خالص، لان لو سبتها هتفضل تلف كده مع نفسها لحد ما توقف الغساله. مشكلتها ان انتوا لازم تفضلوا ماسكين الفرشه كده، وبالذات لو فرشه تقيله. فرشه زي كده مثلا كبيره قوي عليها ما اعتقدش ان هي هتقدر تستحملها خالص، يعني لازم تفضلوا ماسكينها طول الوقت كده. ودي اكبر فرشه انتوا ممكن تستعملوها، عماله تنقط بشكل. ده اكبر حجم تقريبا تقدروا تستعملوه، لان اكبر من كده تقريبا مش هتخش اصلا جوه الغساله. مش عارفه بصراحه اديها كام، يعني هجربها اخر حاجه على البيوتي بلندر، لان هي مكتوب عليها برضو ان هي تنفع تنظف البيوتي بلندرز. هتنظف البيوتي بلندر من غير ما اضطر ان انا امسكها او اعمل فيها اي حاجه، اعتقد ان هي تبقى حاجه حلوه قوي. هزود لها بس شويه ميه لان اوريدي الميه اللي كانت جواها ثلاث ارباعها وقعت. ادخلها كده البيوتي بلندر، تحسوا ان هي كبيره شويه عليها، واشغلها. ممكن نقفلها كمان. اوكي سبتها جوه الغساله تقريبا قد ايه 3 دقايق، وده اللي طالع معايا. يعني بصوا ازاي نظفتها من فوق خالص، من فوق بقت نظيفه، لان هو ده الجزء اللي بيبقى بيخبط في المروحه البيضة اللي تحت اللي بتلف دي، بس تحسوا ان هي من النص ما نطفتش قوي. ف يمكن لو سبتها فترة أطول تنظفها أكتر، أو لو حطيت صابون أكتر مثلا، مش عارفة. بس هي مبدئيا لازم تتساب في الحمام، ما ينفعش تطلعوها أي حتة تانية، لأن هي بتنزل المية اللي فيها بشكل. بالنسبة لتنظيف البيوتي بلندرز ما عجبتنيش قوي قد ما عجبتني على فكرة لتنظيف الفرش. ممكن تستعملوها على الأقل في تنظيف الفرش مثلا بتاعة الأي شادو، تبقوا قاعدين مثلا مشغلين حاجة كده بتتفرجوا عليها وقاعدين حاطينها قدامكم كده، وبس ماسكين الفرشة لحد ما تنضف، بعد كده تطلعوها تحطوا فرشة تانية وهكذا. أو ممكن تحطوا كذا فرشة مع بعض في نفس
اللحظه يعني تمسكوا فرشتين مع بعض كده وتسيبوهم جوه. فاعتقد ان هي تختصر وقت كتير يعني. اعتقد ان انا هستعملها تاني بصراحه. هديها كام؟ هديها 4 من 5 الحقيقه. اكتر حاجه مضايقاني فيها بس ان هي طبعا قوتها ضعيفه جدا وبتنقط، بتنزل ميه كتير. اخر حاجه عايزه اجربها معاكم، انا عايزه اجربها ومش عايزه اجربها في نفس الوقت. انا بصراحه لما طلبتها اونلاين كنت متخيله ان هي هتجيلي بكواليتي معينه كده، كنت متخيله ان هي تيجي رديئه جدا جدا، بس لما شفتها بصراحه اول ما جت اللي هي فرشه الوش دي اتصدمت، لانها شبه جدا الفرشه اللي زيها دي من فوريو. طبعا دي اسمها فوريفر على اساس ان هي مش فوريو، يعني هي فوريفر. وفيها هنا زرارين كده بلس وماينس، المفروض ان انتوا بتستعملوهم علشان تزودوا الاهتزازات بتاعه الفرشه وانتوا بتستعملوها لغسيل الوش. كان سعرها رخيص جدا جدا جدا، وطبعا زي ما انتوا عارفين اجهزه فوريو سعرها اغلى من دي بكتير قوي، فعلشان كده ما كنتش عايزه اجربها لاني خايفه جدا ان هي تعجبني واصدم ناس، يا حرام اشتريت الفوريو اللي هي تقريبا 200 ضعف سعر دي مثلا. فيا خلونا نجرب مع بعض. انا دلوقتي هقوم استعملها جوه الحمام، هشوف لو استعملتها على وشي هتنضفه فعلا زي التانية اللي عندي اللي هي من فوري ولا لا. اتمنى تكون الاضاءة واضحة. انا اول حاجة بس هرفع شعري. اوكي، مش همسح الميك اب يعني، هغسل وشي على طول باستعمال الفرشة بعد ما ابل وشي واحط شوية صابون علشان اشوف هي هتشيل الميك اب فعلا ولا لا. هي دي الفرشة اللي عندي من فوريو، الشعيرات بتاعت دي انعم كتير جدا جدا لان دي معمولة للبشرة الحساسة. هستعمل الجزء ده الاول، احط شوية صابون على وشي كمان. كانت عنيفة قوي. خشنة جدا. اوكي، حاول ان انا اقلل الفايبريشن شوية. اوه بتقل خالص، كويس. هجرب الجزء اللي ورا ده اشوف اذا انعم شوية. هو انعم شوية بس مش بيحضن الوش كويس زي الناحية دي، فاهمين؟ حاسة الناحية دي احسن. وطبعا ما فيهوش تايمر زي فوريو. فوريو بيفصل خلال تقريبا 60 ثانية وبيعمل زي ومضات كده علشان يعرفكم انه الوقت بتاع الجبهة خلص، انتقلوا على الخدود او انتقلوا على الدقن وهكذا. اوكي هشطف دلوقتي. هي طبعا نظفت وشي اكيد، بس تحسوا ان هي يعني بهدلت بشرتي، يعني خشنة جدا جدا، مش حلوة خالص يعني. دي بجد رقيقة خالص خالص، والشعيرات بتاعتها جميلة على البشرة، يعني احساسها حلو قوي على البشرة. بس زي ما بقول لكم دي المفروض ان هي للبشرة الحساسة. مش عارفة بقى اللي من فوريو اللي معمولة للبشرة العادية خشنة زي دي ولا لا. عارفين دي هتبقى حلوة لايه قوي؟ هتبقى حلوة جدا للجسم، يعني ممكن تستعملوها مثلا للايدين للرجلين، هي بس حجمها صغير، بس اعتقد ان هي هتبقى حلوة قوي للموضوع ده. بس بالنسبة لي هفضل استعمل الفوريو بتاعتي بصراحة. ودي هديها كام من 5؟ اعتقد ان انا هديها 3.5 من 5. استعملها كفرشة للوش بصراحة هتبقى قاسية قوي على الوش، بالذات لو انتوا بشرتكم حساسة، ما انصحش بيها خالص خالص. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو ده عجبكم وسلاكم. وطبعا كالعاده لو عايزين ان انا اعمل جزء تاني من الفيديو ده يا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات، وابعتوا لي على الانستجرام بتاعي حلوين اجهزه غريبه برضو عايزين ان انا اجربها، سواء ليها علاقه بالشعر او بالبيوتي او باي حاجه تعجبكم، وان شاء الله هحاول ان انا اشتريها واجربها معاكم هنا على القناه. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ولسه بتتفرجوا لحد دلوقتي يا حلوين، ما تنسوش تعملوا لايك اند سبسكرايب وشغلوا زر الاشعارات علشان في اي لحظه دلوقتي هينزل ان شاء الله الفلوج بتاع الولاده، لان زي ما انتم عارفين احنا دلوقتي في الاسبوع 37، يعني قربنا على الولاده جدا جدا خلال ان شاء الله اسبوعين او 3 بالكتير. وبس كده، بحبكم قد العالم كله يا حلوين، واتمنى يا رب اشوفكم في كل الفيديوهات اللي جايه. باي. 'Cause all you did was lie. Oh no.